المريضه الطبيعيه ما هي الا اكتمال لهذه الحياه اللي كان فيها الطفل في بطن يماه. حنا واش نحبوا نديروا؟ نحبوا نحكموا هاد الفاز ما نبحروهاش. الليكيد امنيوتيك فيه رائحه، والرائحه تاع حليب الام تخرج او نيفو دو لا غيول سي لا ميم كو تاع الليكيد امنيوتيك. دونك الطفل هنا ما عنده، ما يقدرش يتبحر، راهو على باله بلي هذيك هي امه، يقدر يعرف الام تاعو. حليب الام اللي ديجيستيبل، لا ديجيستيون تاعو الي بلو فاسيل على الحليب الاخر اللي تقيل. الي فاسيل دونك باسكو علاش لو بيبي اللي ليمين فاسيلمون. ربي سبحانه دار تركيبه ما نقدروش، معجزه الهيه. ما تقدرش لابوغاتوار يجي ويدير يحط لي زونتيكور لداخل، امبوسيبل. الاستوما تاع لو بيبي صغير جاي شغل اون سوريز، حبه حب الملوك كي تفهميها هكا. هذه صغيره بما انه الاستوما صغير، ربي سبحانه واش دار؟ دار لو كولوستروم اللي باء بكميه قليله. هي كي تشوف هذاك اللي باء قليل تقول لك ما عنديش الحليب، واش دير؟ دير لو بيبرون، سكيفي راهي تنقص في الرضعات. هو الحليب باش يكون كاين بزاف لازم نديرو لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. قد ما ترضع قد ما يطيح الحليب اكثر. هنايا درنا انسان دالاتمون للنساء المرضعات، il va le protéger contre l'hypertension, contre le cholestérol, contre les maladies cardiaques, l'obésité, le diabète. Il joue un rôle dans le développement cérébral de l'enfant. بالنسبة للفائدة على الأم، السرطان ديجا تاع الثدي، السرطان تاع les ovaires, l'hypertension, les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité aussi. المراه العامله نقولها انا تقدر البوتيري لو لي تاعها، تقدر تجبد الحليب تحطو في لي بيبرون، ولا كاين دي ساشي دوكا يشروهم عند لي فارماسيان، تحطو في الثلاجه، تقدر تحطو في الثلاجه اذا كان في 24 ساعه الاولى، واما تحطها بالفضفيه في الكونجيلاتور. دونك جو سنسيبيليز بوكو بلوس لي بروفيسيونيل دو سانتي، وثانيك الناس تاع العائله يورو لها، ماشي غير يشوفوه هكذاك يقولوا لها ما كاش ما عندكش بزاف الحليب، اطيلو لو بيبرون، يهنيك ويسكتو.